أنا سعيد جدا أن يكون بين صفوفي أفضل لاعب في العالم وهو ميسي. هذا شيء من المستحيل أن أنساه، وهذا يحفزني كثيرا. أرى أن النادي لديه نفس الفكرة وقاموا بتجديد عقده، وميسي أيضا سعيد جدا في أن يستمر مع برشلونة، وهو يتمنى أن ينهي مسيرته هنا في برشلونة. أعتقد أن هناك اتفاق تام بين الأطراف الثلاثة. أعتقد أن مستوى ميسي هذا الموسم لم يكن هذا المستوى الذي لا يصدق كما شاهدناه في سنوات ماضية، ولكنه لا يزال الأفضل في العالم ولديه مستوى رائع جدا. ولكنكم تعودتم على 700 هدف يسجلها في كل موسم، ولكنه يساهم في أشياء أكثر من التهديف، وهو مهم جدا لهذه المجموعة. أعتقد أنه سيكون اللاعب المرجعي فيه، وأعتقد وأتمنى أيضا أن يستعيد مستواه معي، ولكننا إذا لم يحصل ذلك سنبحث عن الطريقة التي يستعيد بها مستواه. لدينا نيمار، وهناك مجموعة وأيضا مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يأتون من المدرسة. بكل تأكيد هناك بعض من هؤلاء اللاعبين سينضمون إلى الفريق الأول. الهجوم بكل تأكيد كما هي العادة، هذه هي شخصية برشلونة. كرة قدم جميلة وأعجبت الملايين في جميع أنحاء العالم. نحن ليس فقط نحن المحترفون، ولكن حتى من يحب كرة القدم ومن يحب برشلونة يعرفون فلسفة برشلونة وأسلوب برشلونة. وبكل تأكيد سندافع كما هو الواضح، يجب أن يكون هناك توازن. هذا هو عملي، ولكن سنلعب بنفس الأسلوب، وربما أضيف بعض الأشياء لتحسين المستوى، وأن أشرح للاعبين فكرتي. وأنا أتخيل أسلوب جذاب وكرة قدم جميلة، لهذا أتيت إلى هنا لكي أحاول في مساعدة اللاعبين وأن يحسنوا من مستوياتهم.